أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية ونبدأ بعد الفاصل. البداية من مقال الكاتب عامر القيسي في صحيفة كتابات بعنوان الطريق إلى الدكتاتورية، جاء فيه الطبقة السياسية الحاكمة ضاقت ذرعا بها بسبب الآراء الانتقادية التي طالت سلوكها السياسي والإداري الذي أغرق البلاد بالفوضى والفساد المالي، حتى تشابهت الحكومات على تعاقبها منذ عام 2005 ومجالس النواب التي وصفت بأنها الأسوأ برلمانيا على مر تاريخ العراق السياسي منذ تأسيس الدولة العراقية. وتسارعت خطوات هذه الطبقة باتجاه حزمة إجراءات تعسفية طالت ناشطين وصناع رأي وصحفيين ومحللين سياسيين وقنوات فضائية، والمضي قدما بتشريع قانون حق الحصول على المعلومة الذي يضيق ويفرغه من محتواه، فيما اشتغلت في الفترة الأخيرة ظاهرة الاغتيالات على يد عصابات مسلحة لوأد أي فكرة معارضة للتوجهات الرسمية والحزبية. معا نتابع. أخيرا يوجه مجلس النواب دائرته القانونية بإقامة دعوى قضائية ضد أي مؤسسة أو فرد يسيء للمؤسسة التشريعية والنواب، والسؤال أين حدود الإساءة وأين منتهاها وما هو تعريفها لدى الدائرة القانونية؟ نص فضفاض قد يشمل أي نقد أو انتقاد في أداء وسلوك مجلس النواب كمؤسسة تشريعية أو أداء الأفراد كنواب، كما يشمل إقامة الدعوى حتى على الحكومة أو القضاء أو منظمات المجتمع المدني في حال تعرضهم لنقد السلطة التشريعية في البلاد لتدخل في دائرة الخطوط الحمر التي تكاثرت علينا حتى ضقنا ذرعا بها وأصبحت خطوطا لتكميم الأفواه، بينما أدى رسم كاريكاتيري غير مسيء على الإطلاق في صحيفة عراقية لشخصية دينية إلى تعرض الصحيفة إلى تفجير بين هلالين إلى جرة أذن وهروب الرسام إلى أقليم كردستان ومن ثم وفاته بعد أيام. أما قتل نحو 800 محتج وإصابة أكثر من 20,000 بالمسيلات وقناصة الطرف الثالث وتصفية النشطاء في بيوتهم واختفاء غيرهم، فتلك حكاية من حكايات الديمقراطية في هذه البلاد. من صحيفة صوت العراق نقرأ مقالا للكاتب نجم الدليمي يقول فيه: بعض الإعلاميين يطالبون رئيس مجلس الوزراء العراقي بالقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية. نقول لمن يريد أن يعرف الحقيقة الموضوعية، وهي أن رئيس مجلس الوزراء السوداني جاء بموافقة داخلية وإقليمية ودولية، فهو مسلوب الإرادة عمليا. ويضيف الكاتب: نعتقد أن المخرج الوحيد والجذري للخروج من الأزمة العامة التي يواجهها شعبنا العراقي يكمن بالتخلص من نظام المحاصصة الحاكم ودستور جديد للشعب العراقي، لأن دستور بريمر فاشل وهو مصدر جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والعسكرية والخدمات. نتابع. خلال فترة الاحتلال الأجنبي للعراق ولغاية اليوم لن نرى أي شيء قد تحقق عملياً للفقراء والمساكين والمضطهدين والمتقاعدين والكسبة والموظفين في العراق سوى نهب ثروة الشعب العراقي وبأساليب عديدة. ظهور حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري في السلطة تبعية كبيرة للدول الإقليمية والدولية والمؤسسات الدولية، تعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة الأوليغارشية الحاكمة، بالمقابل تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة. إن الاستمرار على نهج المحاصصة السياسي والطائفي والقومي والمدعوم إقليمياً ودولياً له مخاطر جدية وكبيرة على الغالبية العظمى من الشعب العراقي
ومن هنا ينبع الخطر والمأزق على المجتمع العراقي، ومن هنا تنبع ضرورة موضوعية وحتمية، ألا وهي التغيير في طبيعة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحاكم، لأن الغالبية العظمى من الشعب العراقي لا يستطيع أن يعيشوا ويتحملوا هذا النظام. ومن صحيفة العالم الجديد نقرأ مقالا بعنوان جهات مجهولة وأخرى حكومية توسع ظاهرة الإتاوات في بغداد. تشهد العاصمة بغداد ظاهرة فرض الإتاوات على أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والحانات والنوادي الليلية. أبطال تلك الظاهرة ضباط ومنتسبون أمنيون وخارجون عن القانون وجماعات وأجنحة مسلحة تدعي انتماءها لكيانات سياسية معروفة إلى جانب منتسبين أمنيين وعسكريين، وطالت حتى الشركات المنفذة للمشاريع الاستثمارية العراقية منها وغير العراقية. نتابع. فرض تلك الأموال من قبل جهات غير معروفة يطال كل من لا يملك واسطة أو معارف مؤثرين على تلك الجماعات، ويشار إلى أن العديد من أصحاب المهن والمحال التجارية في بغداد يشكون بين وقت وآخر من تعرضهم لعمليات ابتزاز وسطو مسلح من قبل جهات مسلحة تجبرهم على دفع مبالغ مالية شهرياً، مشيرين إلى أنه في حال عدم الدفع فمصيرهم هو سرقة محالهم التجارية أو حتى القتل. وبهذا الصدد يبين المحامي أحمد الباوي خلال حديث للعالم الجديد أن الكثير من تجار بغداد وميسوري الحال يدفعون الأتاوة خوفاً على حياتهم أو عوائلهم وأرزاقهم، والكثير أو أغلب العصابات التي تقوم بذلك هي جماعات مسلحة لديها قوة السلاح والسلطة، لهذا يجبر المواطن على الدفع. ويشهد البلد انتشاراً كبيراً للسلاح المنفلت سواء على مستوى الأفراد أو الفصائل المسلحة أو العشائر، ودائماً ما يستخدم بالنزاعات الشخصية أو السياسية أو العشائرية. وعن بوشنين الذي أحرق جسده من أجل غزة كتب سنان أنطون مقالاً بصحيفة القدس العربية يقول فيه: كما هو متوقع أغفلت عناوين الصحافة السائدة ووسائل الإعلام الأمريكية ذكرى دوافع هذا الشاب للقيام بهذا الفعل، وهي الاحتجاج ضد إبادة الفلسطينيين وتواطؤ الولايات المتحدة وجيشها في الحرب على غزة، حيث كان قد ذكر لأحد رفاقه بأنه اطلع على وثائق تؤكد مشاركة عناصر من الجيش الأمريكي فعلياً في الحرب على غزة. واكتفت معظم وسائل الإعلام بعناوين تقول: رجل يحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية. وفي محاولة حقيرة للتقليل من البعد السياسي والوعي الرافضي الذي أفصح عنه بوشنيل، لمحت بعض التقارير عن أن ما دفعه لفعله الاحتجاجي هي مشاكل نفسية واكتئاب. لم يكن بوشنيل عربياً أو مسلماً، بل كان رجلاً أبيض، وهذا بالذات هو ما يجعل ما قام به تحدياً وتهديداً لمسلمات الخطاب السائد رسمياً وللصور النمطية المترسخة في المخيال العام التي تربط العنف الانتحاري بالإرهاب وبما يسمى عقيدة الموت التي تنسب وتعزى إلى ثقافات أخرى فحسب. حتى إن السيناتور الجمهوري اليميني من ولاية أركنسا توم كوتون طالب البنتاغون بإجابات توضح كيف يمكن لبوشنيل ذي الآراء المتطرفة والأفكار المعادية لأمريكا أن يخدم في الجيش. ولد بوشنيل في ولاية ماساتشوستس لعائلة مسيحية محافظة جداً، لكن آراءه وميوله تغيرت فيما بعد. ويقول أحد رفاقه في الجيش إنه كان يتحدث كثيراً عن معارضته لحروب أمريكا السابقة في العراق وأفغانستان. رفض بوشنيل أن يكون جزءاً من مؤسسة تشترك في حرب إبادة، ضحى بحياته وجسده ليكون موته صرخة مدوية ورسالة واضحة. مرحبا بكم في بريطانيا المضطربة، حيث معارضو مجازر إسرائيل هم الغوغاء المتطرفون. نشرت صحيفة الجارديان مقالا لكاتب العمود فيها أون جونز بعنوان: مرحبا بكم في بريطانيا المضطربة حيث معارضو حرب إسرائيل هم الغوغاء المتطرفون.
أكد فيه أن ثمة توجهاً جديداً برز في أروقة السياسة البريطانية، وهو أن المحتجين السلميين ضد مجازر غزة متطرفون خطيرون وحاقدون، في حين أن المدافعين عن تلك المذابح الجماعية التي أزهقت أرواح عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين معتدلون جديرون بالاحترام من التيار السائد في المجتمع، وفي هذه الأثناء يستمر تدمير غزة. نتابع. في الوقت الذي طالب فيه الحزب القومي الأسكتلندي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، كان حزب العمال البريطاني في وضع حرج، إذ ظل يرزح تحت وطأة ضغوط مارسها ناخبون معارضون للحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على القطاع الفلسطيني. ولاحت بوادر تمرد هائل داخل البرلمان، وأبدأ وزراء في حكومة الظل للحزب استعدادهم للاستقالة، لكن زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر لم يقبل مشروع قرار برلماني للحزب القومي الاسكتلندي. وتساءل الكاتب لماذا؟ وأجاب: لأن نص المشروع أشار إلى العقاب الجماعي الذي تقوم به إسرائيل على سكان غزة، وتعترف صياغة القرار بارتكاب جريمة حرب العقاب الجماعي بين هلالين، والتي تتطلب منطقياً اتخاذ إجراء من جانب الدولة البريطانية مثل حظر الأسلحة وفرض عقوبات على إسرائيل. وعاد جونز للتساؤل من جديد: من هم المحتجون الذين يشكلون تهديداً؟ واعتبر أنه في مجتمع تعصف به الإسلاموفوبيا أصبح قطاع عريض من المتظاهرين المسلمين عرضة للاستهداف. تشاهد الآن الرسوم الكاريكاتورية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. شركتا أوبن إي آي وفيجر تعتزمان إنتاج روبوت شبيه بالإنسان. تسعى شركتان اللتان طورتا برنامج تشات جي بي تي للدردشة الآلية إلى نقل برنامجهما للذكاء الاصطناعي لروبوتات شبيهة بالبشر، وفق وكالة الأنباء الألمانية، إذ تريد شركة فيجر الناشئة التعاون مع أوبن إي آي لتطوير نماذج جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي لآلاتها، يمكنها المشي منتصبة القامة والقيام بحركات معقدة بأيديها الآلية. واتفقت فيجر مع شركة BMW للسيارات في يناير كانون الثاني على إمدادها بروبوتات لاستخدامها في إنتاج السيارات بولاية ساوث كارولاينا الأمريكية مستقبلا. وأظهرت شركة فيجر في مقطع مصور أخيرا نجاح أنموذج أولي لروبوت في إعداد كوب قهوة، وبحسب شركة فيجر تعلم الروبوت هذا في غضون 10 ساعات.
والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. إيقاف لهذه المساعدات سواء كان الدعم المادي المالي أو الدعم التقني أو الدعم منسميه بالمواد أو الاحتياجات هو عبارة عن قتل لهالنشاط هذا أو إيقاف له بشكل نهائي. اليوم كل المشافي واقفة على الدعم المالي والمواد والمستهلكات والأجهزة اللي عم تدخل من البوابات هذه، وبالتالي أي تقصير أو تأخير أو إيقاف له راح يكون ضرره كبير جداً. أول ما جينا الخدمات طيبة كويسة، يعني ما كنا محتاجين شيء. صرنا سنتين يعني شبه معدمين الخدمات هون، مو خدمات يعني بالنسبة للمخيم، خدمات يعني إنما كمساعدات أو شغلة ما في شيء. يعني حياتنا بالمخيم عايشين يعني بقلة ميكن يعني، وعم نختصر كثير أشياء تمام، لأنه ما عنا نجيبها، وفي يعني نوع حتى من الأدوية للبنات أوقات بقصر عنه، يعني إذا قدرت أجيبه من الطبيات مجانية قدرت، ما قدرت يعني بقصر عنه كمان. شكراً لطيب المتابعة، إلى اللقاء.